سائل يقول طلق امرأته في حال حيضها هل الطلاق يقع نعم الطلاق يقع إن كان قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الطلاق واقع عند العمة الأربعة وكذلك لو طلق المرأة لو طلق الرجل المرأة أثناء فترة الطور لكن في طور جامعها فيه فالطلاق واقع أيضا مع أنه خالف السنة وعلى وقوع الطلاق الأئمة الأربعة إذا طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه فالطلاق واقع وإن خالف السنة وبالله التوفيق